بكم أعزائي بفيديو جديد وموضوع جديد. واليوم أريد أن أناقش عدة مواضيع، والموضوع الأول هو ما هو الشيء الذي يجب أن أفكر به قبل اختيار تقنية لأتعلمها أو أستخدمها لإنشاء موقعي طبعا باستخدامها، أو أن أقوم مثلا بطلب من المبرمج أن يقوم ببرمجة موقعي باستخدام تلك التقنية أو باستخدام تلك الطريقة. و أنا سأتحدث عن الشائع الاستخدام في وضعنا الحالي أو في واقعنا الحالي. ما هو الشائع الاستخدام، ولماذا تختار الناس مثلا برمجية معينة دون غيرها، أو لماذا يختار المبرمج مثلا؟ الشخص العادي لا يعرف عن التقنيات أبدا، وعندما يريد أن ينشأ موقع يذهب لأي مبرمج أو شركة برمجية ويسألها، يقول لها أريد موقع مثلا كذا وكذا. ما هو الاختيار الشائع الذي تختاره الشركات ولماذا؟ وأيضا سأتحدث عن موضوع أن كل طبعا هو موضوع طرحه أحد المتابعين الكرام حول هذه النقطة تحديدا، أن كل المواقع أصبحت متشابهة، وأين فعليا الشيء المميز؟ كلها أصبحت متشابهة، فأين التميز بالموضوع؟ فأنا أريد أن أتحدث عن أين التميز، وأيضا سأتحدث عن موضوع هل سينقرض ووردبريس. فإذا هذه الأفكار التي أريد أن أتحدث عنها اليوم، فسأبدأ مباشرة بالموضوع الأول، وهو ما هي الأشياء التي يجب أن أفكر بها، الأشياء الواقعية، الأشياء الصحيحة من وجهة نظري طبعا، التي يجب أن أفكر بها أو أن تفكر بها قبل أن تختار مثلا أن تريد أن تنشئ موقعك بأي تقنية. ما هي التقنية التي يجب أن تختارها؟ ما هي المعايير التي يجب أن تفكر بها؟ فعادة الاختيار يكون حسب الشائع، يعني إذا كنت أنت مبرمج مثلا أو شركة برمجية، فعادة اختيارها حسب الشائع أو حسب السهل، وأيضا حسب أكيد السهل والذي تكلفته منخفضة. فإذن هذا هو الخيار عادة، ودائما يتم التوجه نحو البرمجيات مفتوحة المصدر بسبب طبعا مرة أخرى التكلفة، يتم التوجه نحو ووردبريس ولأسباب متعلقة بالتكلفة وسهولة الاستخدام. وهذه النقطة رقم 2 التي أريد التحدث بها. لكن فعليا ما هو الشيء الذي يجب أن أفكر به؟ ما هي المعايير التي يجب أن أقوم باتباعها؟ هل يجب أن أتبع الشائع فقط؟ أم هنالك معايير يجب أن أفكر بها؟ فأنا أعتقد أنت حتى لو كنت شخص غير مبرمج وليس لديك أي معرفة بالبرمجة وليس لديك أي معرفة بأي شيء، فقط تريد أن تنشئ موقع إلكتروني وتريد مثلا أن تطلب من شخص أن يقوم بهذا العمل، فما هي الأفكار التي يجب أن تكون في بالك، يجب أن تسألها لهذا الشخص؟ فأنا أعتقد هذه الموضوع الأول الذي يجب أن يتم التفكير به قبل كل شيء هو موضوعات التحديثات والصيانة. يعني قد يقوم الشخص بإنشاء لك موقع الآن اليوم، وهو موقع رائع الجمال من حيث الشكل ومن حيث المضمون ومن حيث الوظيفة، موقع 100%، واستخدم تقنية X مثلا، لا نعرف ما هي التقنية، استخدم تقنية معينة. فأنت كشخص مبرمج أو غير مبرمج يجب أن تسأل هذا السؤال: ماذا بعد؟ الآن أنت أنشأت لي هذا الموضوع، كيف سأقوم بالتحديثات؟ عليك أن تعرف أن مجال الويب هو مجال متطور باستمرار، التحديثات يجب أن تكون على الأقل شهرية لأي موضوع، أو على الأقل مثلا كل 3 أشهر يجب أن يكون هنالك تحديثات. البرمجيات السريعة التحدث تتحدث كل يوم، وبعضها يتحدث كل ساعة لأغراض مختلفة، لأغراض مثلا من أهم الأغراض التي يتم أو من أهم أسباب التحديثات هو التحديثات الأمنية، فهنالك دائما ثغرات أمنية، لا يوجد شيء كامل. ودائما مبرمج مهما كان شخص عظيم ومهما كان شخص ذكي، حتى لو كان مجموعة من المبرمجين، ليس 1 ولا 200 مبرمجين، وكان هنالك اختبارات وكان هنالك تدقيق على الكود وتدقيق على الجودة، لابد أن يكون هنالك ثغرات أمنية. وهنا تأتي أهمية التحديثات، فهنالك تحديثات دائمة لأسباب أمنية أو لأغراض أمنية، وأيضا تحديثات لإضافة المميزات، تحديثات مثلا كان هنالك خطأ ما بالكود يظهر مع الاستخدام، مثلا المبرمج مثلا
برمج الكود ليعمل بطريقة معينة، حدث شيء طارئ، لم يعد الكود يعمل، يجب أن يكون هنالك تحديث. فهذا السؤال جدا مهم. فإذا هذا السؤال رقم واحد، أن التحديث والصيانة. فمرة أخرى أكرر نفسي، فعندما تريد أن تنشأ أنت موقع، أنت مبرمج، أنت غير مبرمج، تريد أن تتحدث مع شخص مبرمج، أي شيء، يجب أن تتساءل حول هذه النقطة: كيف يمكنني أن أحدث؟ كيف يمكنني أن أقوم بصيانة هذا الموقع في مرحلة ما بعد التسليم وبعد هذه الأمور؟ أنت كشخص مثلا مبرمج، أنت تتعلم البرمجة وتريد إنشاء موقعك بنفسك، فقد تقول: أنا سأقوم بالصيانة، أنا سأحدث موقعي. مثلا أنت تريد أن تنشئ موقعك، أنت تستمع إلي، تريد أن تنشئ موقعك، وأنت الإجابة لهذا السؤال: أنا سأقوم بالصيانة. فأنا أريد أن أقول لك، مهما فكرت أنك قادر على القيام بهذه الصيانة الدورية للموقع، مهما فكرت، فأنت ستنشغل في يوم من الأيام ولن تستطيع أن تقوم بالصيانة. فلا تجعل موضوع التحديث والصيانة موضوع دائما 100% منصب أو معتمد عليك. هنا يمكن أن تفكر بتقنية فيها تحديثات ربما تكون مستمرة، ربما تكون تلقائية، يعني تم إضافة التحديثات بشكل تلقائي للبرمجية الخاصة بك، برمجية الموقع، وبالتالي أنت ترتاح بموضوع هذا التحديثات. جيد؟ فيمكن أن تفكر بهذه الطريقة. ويعني مرة أخرى، حتى لو أردت أن تقول لي: أنا 100% سأعتمد على نفسي وسأقوم بالتحديثات، فأنا أقول لك يعني هذا ليس كلام دقيق، لأنك ستنشغل بالمستقبل ولن تستطيع أن تحدث باستمرار، وبعد سنوات ستجد أن موقعك ربما لا يعمل، لأن السيرفر الموجود عليه موقعك سيتحدث وموقعك لن يتحدث، وبالتالي ربما لن يعمل. بعض السيرفرات تتوقف عن دعم النسخ القديمة من لغات البرمجة. جيد؟ فلن يعمل موقعك بعد سنوات. فعليك أن تفكر بهذه الطريقة، عليك أن تتساءل كثيرا حول هذه المواضيع وتجد إجابات عن هذا الموضوع. إذا كنت غير مبرمج، عليك أن تسأل الشخص المبرمج حول هذا الموضوع مواضيع، وتحصل على إجابات شافية. فإذا كنت أنت مثلا المبرمج قال لك: أنا سأقوم بإضافة تحديثات، فقل له: كيف ستقوم بإضافة تحديثات؟ لأن شخص مرة أخرى، شخص واحد لا يمكنه أن يحدث باستمرار. مثلا قال لك: أن أنا أعتمد على برمجية يتم فيها التحديث تلقائي، فنعم يمكن أن تثق بهذه الجملة. لكن إذا قال لك: أن أنا سأحدث باستمرار، أو الشركة قالت: سأحدث باستمرار، فهذا كلام تجاري ليس له معنى. إلا إذا قالت، إذا أنت وجدت يعني نفسك مع شركة محترمة تقول هي تقوم بتحديثات كل شهر أو كل 3 أشهر، لديها جدول للتحديثات، فربما يمكنك أن تثق بهذه الجمل مثلا أو بهذه الوعود. الموضوع الثاني الذي يجب أن تفكر به مرة أخرى، أنت كمبرمج أو غير مبرمج، يجب أن تفكر بموضوع التوسع. و إذا أردت بيوم من الأيام أن تتوسع في هذا الموقع، يعني مثلا أنت بدأت بموقع تريد مثلا صفحة عن إنجازاتك بالعمل مثلا، فربما تقوم بماذا؟ تطلب من المبرمج أو أنت تبرمج صفحة عن إنجازاتك بالعمل، فيها مثلا صورة مثلا عن الإنجاز وكلام عن الإنجاز، وشيء بسيط، شيء جميل جدا يتم إنجازه. هذه الصفحة بسيطة جدا، أي تقنية موجودة في العالم يمكن أن تقوم بها، يعني لديها إمكانية أن تصنع مثل هكذا صفحة، أي لغة برمجة، أي طريقة ما يمكنك أن تنشئ هذه الصفحة. هذا موضوع سهل جدا. مثلا تريد، أنت متأكد، أنت كمبرمج أو أنت غير مبرمج مرة أخرى، هل أنت متأكد أن هذا المشروع الذي أنت طرحته الآن هو هذا فقط؟ أنت فقط تريد أن تصنع صفحة لإنجازاتك فقط؟ هذا الهدف سيبقى كما هو بعد 10 سنوات، أم تريد أن تصنع شيء آخر؟ أم تريد أن تتوسع؟ أحيانا أنت تبدأ بشيء لكن أنت تعرف أنك تريد أن تتوسع في المستقبل وأن تضيف شيء جديد، أنت تعرف ذلك. تريد أن تقول: أنا أبدأ بشيء صغير وأطور مع مرور الوقت. فإذا كانت هذه الفكرة لديك، فعليك أن تفكر بهذا السؤال: هل هنالك إمكانية للتطوير؟ هل هنالك إمكانية أن هذا الكود الذي أنا بدأت به أو الذي أنا اشتريته من مبرمج إكس واي زد، هل هنالك إمكانية أن أقوم بالتطوير عليه في المستقبل وإضافة شيء جديد له؟
هل هنالك إمكانية للتوسع؟ هذا السؤال يجب أن تسأله إذا كان لديك نية حول هذا الموضوع. يجب أن تسأل السؤال للمبرمج، أو أنت إذا كنت مبرمج فعليك أن تسأله لنفسك، كيف يمكنني ذلك؟ كيف يمكنني أن أتوسع بهذا الموضوع؟ هل استخدامي للتقنية X جيد في موضوع التوسع أم لا؟ جيد؟ فهذه النقطة أعتقد يجب أن يتم السؤال عنها، لأن عادة يتم البدء بشيء بسيط وثم الرغبة بالتوسع ولا يمكن ذلك، وبالتالي يكون يعني مشروعك نوعا ما مشروع، مثلا أنت دفعت مال معين لمدة قصيرة، إذا أردت التوسع عليك أن تدفع مال إضافي، أو عليك أن تبدأ من الزيرو، فعليك أن تفكر بهذه النقطة. الآن النقطة رقم 3 برأيي يجب أن تفكر بها، أن كيف يمكنني أن أشغل هذا الموقع، يعني deployment، تشغيل الموقع. اسم المصطلح deployment يعني تشغيل الموقع. كيف يمكنني أن أشغله؟ هذا هو السؤال، كيف يمكنني أن أشغله؟ طبعا ربما الجميع يسمعني يقول كيف يمكن أن أشغله، ما هذا يعني؟ ماذا تقصدين بذلك؟ لأن حسب التقنية يتم تشغيلها بطريقة ما. فمثلا لو كان تطبيق مثلا PHP، إذا أردت أن أشغله بكل بساطة يمكنني أن أرفعه لأي استضافة موجودة بالعالم وأقوم بتشغيله، سهل جدا بسيط جدا، يعتمد على قاعدة بيانات MySQL سيرفر PHP، انتهينا. أقوم بشراء أي استضافة وأقوم برفع موقعي عليها أو إليها وأقوم بتشغيله، فإذا deployment سهلة جدا بسيطة جدا. لكن ماذا لو كان التطبيق لا يستخدم PHP مثلا، يستخدم مثلا Next.js؟ كيف تكون الديبلويمنت؟ ديبلويمنت Next.js لا تنفع أن تكون على الاستضافات العادية، ديبلويمنت جينجو بايثون لا تكون على السيرفرات العادية، يجب أن يتم تهيئة السيرفر، يجب أن يكون هناك سيرفر خاص يتم تهيئته بشكل مناسب للقيام بهذا الموضوع. هنالك استضافات تؤمن هذا الموضوع لكنها استضافات أغلى من أغلى الثمن، وبالتالي أيضا التعامل معها ليس كالاستضافات الشائعة، وبالتالي عليك أن تفكر الآن بعنصر جديد اسمه التكلفة. جيد، فموضوع الديبلويمنت موضوع جدا مهم أعتقد، وأصلا كل هذه النقاط التي ذكرتها أنا أعتقد أغلب الناس حتى المبرمجين منهم لا يفكرون بها، فقط يفكر تقنية حديثة، تقنية شائعة، تقنية الآن الجميع، تقنية رائعة، لا أنسى أتحدث عن هذه المواضيع، تقنية حديثة مرة أخرى فأريد استخدامها، لا ليست الحياة ليست كذلك، عليك أن تفكر بالنقاط الأخرى، النقاط الأخرى أهم من التقنية، لأن الآن سأصل لفكرة أن كل التقنيات تصنع نفس الشيء، لا يوجد شيء مميز. الآن سأصل لهذه النقطة، لكن النقطة الآن التي أتحدث بها يجب أن تفكر بموضوع التشغيل، كيف ستشغل هذا الموقع؟ اسمعني جيدا، حتى لو كنت أنت غير مبرمج، غير مهم، عليك أن تسأل حول هذه النقطة. فمثلا قد تذهب لشركة تقول لهم برمجوا لي موقعي، أريد أن يحتوي على نقطة 1 و2 و3، يقولون ممتاز سنقوم بالبرمجة وشيء رائع. طبعا تعرفون كلام الشركات دائما وعود فارغة، مع احترامنا للجميع سيقولون سنقوم بذلك. فعليك أنت أن تسأل عن تحديثات الصيانة، عن التوسع، عن الديبلويمنت. كيف ستسأل عن الديبلويمنت أو عن التشغيل؟ تقولون تسألهم كيف ستشغلون الموقع؟ سيقولون نحن سنوفر لك استضافة للموقع. طبعا إذا كان موقع بسيط في اتش بي كما قلت سيتم تحميله على استضافتهم أو يعني أي استضافة أخرى. النقطة التي يجب أن تسأل عنها هنا أن أنا هذا الكود خاص بي مثلا، أنا مثلا أنت دفعت مثلا $2000 لحصول على موقعك، جيد، هذا الكود الخاص بك أنت يجب أن تحصل عليه، هذا الكود لك، لماذا أنت دفعت المال لكي تحصل على هذا الكود، فخذ نسخة من الكود هذا الذي أنت لو مرة أخرى حتى كنت شخص عادي، حتى لو كنت لا تعرف، خذ نسخة من الكود واحتفظ بها بملف وانظر إليه، يعني انظر أن شاهد هل فيه كود، يعني بالشكل العام لا داعي أن تفهم ما بداخله، واحتفظ بهذا الملف. جيد، واسأل الشركة عن طريقة تشغيل هذا الكود، هم سيقولون أن سيتم تشغيله على سيرفراتنا، قل جيد ممتاز، لكن أخبروني الطريقة، ما هي الطريقة؟ بمعنى آخر ما هي التقنيات المبنية عليها هذا الكود مثلا، وكيف سيتم تشغيل هذا الكود مثلا، أعطوني مثلا ورقة، ملف PDF، ملف نصي بسيط فيه الخطوات 1 2 3، التقنيات التي يعمل عليها هذا الكود وكيف سيتم تشغيله. فإذا الآن أنت
ربما تسأل، لو كنت شخص مثلا ليس لديك خبرة، يمكن أن تسأل شخص لديه خبرة آخر غير الشخص الذي تشتري منه، أن مثلا هذا الكود يعمل مثلا بي اتش بي، يعمل بايثون، يعمل كذا، يستخدم كذا كذا، كيف يمكن أن أشغله؟ جيد. فإذا كان التشغيل مثلا بسيط جدا، فمثلا بي اتش بي يمكن أن تستمر أكثر. إذا كان التشغيل بطريقة مختلفة، فعليك أن تسأل تساؤلات أكثر، عليك أن تفكر أكثر. لماذا؟ لأن ربما هل أنت دفعت مثلا 2000 دولار كما قلت مقابل هذا الكود الذي أنت اشتريته، وخلال عام مثلا علاقتك مع هذه الشركة أو تعاملك مع الشركة ممتاز، رائع، لا يوجد مشاكل، لكن ماذا لو كان حصل مثلا مشاكل معهم؟ وهذا شيء طبيعي، يعني يحدث كثيرا. فبهذه الحالة أنت ماذا تفعل؟ تأخذ الكود الذي أنت دفعت ثمنه، جيد، وتشغله في مكان آخر بكل بساطة. وكيف تشغله في مكان آخر؟ أنت لديك دليل استخدامه، يجب أن تأخذ دليل استخدامه قبل أن تستلم، يعني مع الاستلام يجب أن يكون دليل الاستخدام، كيف يمكن أن أشغل مثل هذا الكود. فإذا كان الكود فيه مشكلة مثلا صعبة، وجدت أن عندما سألت شخص آخر وجدت يوجد صعوبة مثلا بتنفيذ مثل هذا الكود، أو يوجد تكلفة إضافية، عليك أن تسأل هل أنا موافق، هل أنا جيد مع هذه التكلفة الإضافية أم لا، هل ليس لدي مشكلة مع المال، يمكنني أن أدفع أكثر أو لا. فبهذه الطريقة يمكن أن ترفض مثلا هذه الطريقة بإنتاج مشروعك أو تقبلها، يعني أنت تختار، لكن أنا أقول لك الأفكار المختلفة. وهنا تأتي موضوع التكلفة. فإذا التكلفة عزيزي المتابع والمستمع، التكلفة لا تنحصر بالكود نفسه، يعني مثلا اشتريت مثلا كود ب 2000 دولار، ب 1000 دولار، بدولار، ليست هذه التكلفة فقط. التكلفة تجمع أكثر من موضوع، الموضوع الصيانة، وأيضا تشمل موضوع التشغيل، يعني deployment. فأنت عندما تفكر بهذا الموضوع، بموضوع التكلفة، ربما تستخدم تقنية مفتوحة المصدر، وهذه التقنية تكلفك مثلا زيرو، ولا يوجد أي تكلفة بهذا الموضوع، لكن تشغيل مثل هذه التقنية مثلا تشغيلها يتطلب سيرفر بإعدادات معينة، وبالتالي بالشهر ستدفع مبلغ كبير نوعا ما حتى تجعل هذه التقنية تعمل. فإذا هذه مع التكلفة، هذه مع التكلفة. فعليك أن تفكر أيضا بهذا الموضوع، أيضا موضوع التحديثات، إذا كانت هذه التقنية غير محدثة باستمرار من قبل الشركة، فأنت عليك أن تدفع لشخص آخر يقوم بالتحديثات، أو إذا كان المبرمج لا يقوم بالتحديثات، عليك أن تدفع لشخص ليقوم بالتحديثات، وهذه تضاف للتكلفة. جيد. فعليك أن تفكر، هذا هو التفكير الصحيح. فإذا قبل كل شيء، لا تفكر بتقنية X أو تقنية Y. إذا كنت مرة أخرى شخص مبرمج، شخص غير مبرمج، تفكر بأربع نقاط: كيف يتم التحديث والصيانة؟ هل هنالك مجال للتوسع وإضافة مميزات أخرى؟ هل كيف يمكن أن أقوم بتشغيل هذا فيما بعد؟ وموضوع التكلفة، موضوع التكلفة اللي تضاف إليها ليس فقط السعر المبدئي أو البداية بهذا الموضوع، لكن نضاف إليها المواضيع الأخرى التي أخبرتكم عنها. موضوع الشائع الاستخدام أصبح موضوع الشائع الاستخدام، يعني موضوع، يعني الآن تحدثت عنه قبل قليل، الشائع أن يعني تجدون كلما ظهرت تقنية جديدة يتسارع المتعلمين، أريد تعلم هذا، أو المتعلمون أريد تعلم هذا، أريد تعلم ذاك، لأنه شائع، لأنه مشهور، لأنه فيه تقنيات، لأنه فيه، تعرفون أعزائي، يعني أحيانا يعني أنا هذا الموضوع يزعجني كثيرا، لأن بكل بساطة تجد المتعلمين يقول لك أنا أعرف مثلا رياكت مثلا، أو هذا تسمع كثيرا، أنا أعرف رياكت ولدي خبرة برياكت، وتجده لا يعرف تاجز ال HTML الأساسية أو كود جافا سكريبت الأساسي، وهو يعرف رياكت. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ يعني أخبروني كيف ذلك؟ كيف أنت لا تعرف أساسيات HTML وأساسيات جافا سكريبت وأساسيات CSS وتخطئ بها، تخطئ بالألف باء تاء الأساسيات، وأنت تقول لي أنا أستخدم رياكت؟ طبعا هذا موضوع جانبي، يعني أغلب الناس مثل هذا، تركض وراء المظاهر والشائع
والدارج، هكذا هي الناس بكل شيء، حتى بالتقنيات، حتى أنت كمتعلم لديك هذا التفكير للأسف. فالآن يجب أن نخرج من موضوع الشائع، ليس هو موضوع شائع الآن، موضوع النقاط الأربعة التي ذكرتها. الآن تأمنت النقاط الأربعة ولم أنظر للشائع، فأي تقنية فعليا أنا أستخدم؟ فأنا أريد أن أقول لك، عاد شكل الموقع، عاد الشكل، الخلفية يعني الوظيفة أو الفانكشناليتي الخاصة بالموقع، كلها كل اللغات البرمجة يمكن أن تقوم بها بنفس الشيء، نفس الشيء على الإطلاق كلها. يعني ربما هنالك اختلافات بسيطة بسيطة، يعني اختلافات بسيطة جدا، لكنها كلها تؤمن كل شيء. فأخبروني بأي موقع بالعالم مثلا لا يوجد، لا يتصل مع قاعدة بيانات مثلا. فكل اللغات التي يعني تقول أنها تدعم الويب، فيجب أن تكون قابلة للاتصال بقاعدة البيانات. فكل هذه البرمجيات يجب أن تؤمن طريقة لاستدعاء القيود من قاعدة البيانات وعرضها مثلا، حسب نوع التقنية طبعا، لأن يمكن أن تستخدم أكثر من تقنية نفس الموضوع، لكن كلها تؤمن نفس الشيء، كلها تؤمن مثلا دعم الروابط المختلفة، وكيف يمكن أن أقوم مثلا بجلب كويري من اليو ار ال، وكيف، كلها نفس الفكرة. أغلب المواقع فيها مقالات وفيها مدونات، فكل التقنيات تدعم فكرة أنك تقوم بإنشاء، نتحدث عن الوظيفة ليس الشكل، كلها لديها فكرة أن يمكن أن تضيف مقالة، تحذف مقالة وتعدل مقالة. بمعنى آخر، يمكنك أن تقوم بعمليات الـ create والـ update والـ add والـ edit كلها، جيد؟ موضوع أن تقول لي أنا أريد أن أستخدم بايثون جينجو لأنه أفضل، أو أريد أستخدم نيكس جي إس مع باك إند لا أعرف ماذا لأنها أفضل، أريد أستخدم بي إتش بي لأنها أفضل، أريد أستخدم كذا لأنه أفضل، فبالنسبة لي كلها نفس الفكرة، كلها نفس الفكرة، لا يوجد فرق، كلها تؤمن نفس الموضوعات، الطريقة مختلفة لكن نفس الشيء، نفس الشيء لأغلب المواقع هي تؤمن نفس الفكرة. استخدام هذا عن هذا هو تفضيل، وأيضا خيار الاستخدام يجب أن يكون مبني على النقاط التي ذكرتها قبل قليل. الفكرة أنك عندما تذهب لاستخدام تلك التقنيات مثل جينجو، وتقنيات مثلا نود جي اس المختلفة مثل رياكت وغيرها، طبعا جينجو هو فريم ورك متكامل على فكرة، رياكت هي اللايبراري، أنا أعرف هذه المواضيع، لكن أنا أتحدث بشكل عام. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن هذه التقنيات المستخدمة بهذا الموضوع، مثلا جينجو فريم ورك متكامل مبني على بايثون، إذا تم استخدام جينجو، دعونا نتحدث عن جينجو، إذا تم استخدام جينجو يؤمن، يمكنك إنشاء مثلا موقع تنشئه بووردبريس، يمكنك أيضا أن تنشئه بجينجو والعكس، جيد؟ بالتأكيد جينجو له طريقة ووردبريس له طريقة، ليست نفس الطريقة يعني، لكن النتيجة نفسها. الآن جينجو، لماذا قد تستخدم مثلا ووردبريس على جينجو أو جينجو على ووردبريس؟ فكرة أن جينجو له طريقة deployment، تشغيل مختلفة عن طريقة ووردبريس. إذا أردت أن تقوم باستخدام جينجو، هنالك قسمين لموضوع الصيانة أو التحديثات، تحديثات تأتي من كور جينجو، وتحديثات تأتي من الكود أنت الخاص بك. فإذا الكود الذي أنت تكتبه عليك أن تحدثه، ويوجد قسم من التحديثات تأتي من جزء من التحديثات تأتي من جينجو. لكن فكرة أن قاعدة البيانات، إدارة قاعدة البيانات، فكرة إدارة الكود ككل، ستكون منك أنت، من شخصك، جيد، ليست من جينجو. فأنت ستتكفل بجزء كبير من الصيانة، أنت ستتكفل بالديبلويمنت والتشغيل، وهو ليس تشغيل سهل، أو ليس تشغيل أي استضافة يمكن أن تقوم به، فعليك أن يكون هنالك استضافة خاصة أو سيرفر بإعدادات خاصة. بخصوص التوسع، نعم يؤمن مثلا جينجو التوسع، لكن مرة أخرى أنت عليك أن تقوم بهذا الموضوع، أنت عليك أن تكتب هذا الكود، فهنالك تكلفة. إذا أردت أن تقوم بمثلا جينجو استخدامه كما هو، زيرو تكلفة، لكن إذا جلبت مبرمج برمج كل شيء بجينجو وأخذت أنت الكود، لا يمكنك أن تشغله، لأنه يوجد طريقة خاصة لتشغيله، عليك أن تدفع تكلفة إضافية لتشغيل هذا الكود. بالنسبة للتحديثات، عليك أن تدفع للمبرمج أن يحدث، أو أنت
أو حتى لو قمت أنت بالتحديث فأنت أيضا لديك تكلفة، جهدك، وقتك، تعبك، هذا كله تكلفة. فهذا مثلا بخصوص جينجو، لكن أنا لا أشتم طبعا ولا أنتقد جينجو، جينجو رائع جدا جيد، لكن أنا أتحدث عن عندما يعني نذهب للواقع ونستخدم جينجو بالواقع. وطبعا يوجد كثير من المواقع التي تم فعلا استخدام فيها التقنيات، لكن هذه المواقع لديها فرق عمل والتوزيع مهام، تعمل على هذه المواضيع وتشرف على هذه المواضيع. فأنت كشخص مثلا وحيد فعليك، لا يمكن أن يعني يمكنك أن تنشأ موقع جميل جدا بجينجو، لكن هنالك تكلفة للاستمرار باستخدام موقع مبني على جينجو. على سبيل المثال، على سبيل المثال، وأنا أحب جينجو، فلا تأخذ كلامي أنني أنتقد، أنا لا أنتقد، فقط أنا أقول هنالك تكلفة إضافية على استخدام مثلا جينجو. دعنا نتحدث عن ووردبريس. بالمقابل طبعا جينجو هو فريم ورك متكامل باستخدام بايثون. ووردبريس ما هو؟ ووردبريس هو كونتنت مانجمنت سيستم مبني على بي اتش بي، يعني يوجد اختلاف. لكن هل يمكنني مثلا ان ابني مدونه بجينجو، ان ابني مدونه بووردبريس؟ نعم نعم جيد. الان الطريقه تختلف، فاذا كان لديك هدف ان تبني مدونه مثلا، فاذا يمكنك ان تبنيها بجينجو، يمكنك ان تبنيها بووردبريس. ما هو الشيء الذي ستختاره؟ حاليا الآن بمعرفتي أنا الحالية سأختار ووردبريس، والسبب لنفس الأسباب السابقة، أن ووردبريس سيأمن لي الصيانة والتحديثات، لا داعي أن أتعب بها أبدا. جيد. أن بخصوص التشغيل، يمكنني أن أشغل ووردبريس أن أشغل ووردبريس على أي إضافة كانت وبأسعار بسيطة جدا. بالنسبة للتوسع، ووردبريس يمكن، هنالك إمكانية للتوسع به، فإذا أردت التوسع بإضافات مميزات بسيطة يمكن ذلك، ربما أيضا بتكلفة بسيطة جدا. إذا أردت التوسع بشكل كبير جدا، إضافة ميزة خطيرة وكبيرة جدا ومعقدة جدا، ربما أن أقوم باستئجار أو طلب من مطور ووردبريس، الذين مطوري ووردبريس موجودين بكثرة في كل مكان، يمكن أن أطلب منه أن يقوم بهذه الميزة، ولن يأخذ الكثير من المال، يعني لن تكون تكلفة كبيرة. جيد. فإذا هذا هو السبب الذي أنا قلته قبل قليل، هذا هو السبب الذي يجعل الناس أو الشركات تختار ووردبريس، أو يعني الشركات هو شائع الاستخدام فأغلبهم يختارون لشيوع الاستخدام. لكن بالفعل، بالفعل أن عندما تم استخدامه كل يوم كل يوم، فأثبت أن التكلفة الخاصة بالنقاط الأخرى هي أيضا تكلفة صغيرة، وأيضا موضوع الجهد المبذول في إدارة ووردبريس أقل بكثير من الجهد المبذول بالبرمجيات الأخرى. فهل طبعا بخصوص الشكل الآن، بخصوص الشكل، فكرة أن أحدهم يقول واقع ووردبريس شكلها متشابه، نعم، السبب أن ووردبريس يعتمد على الشكل بشيء اسمه الثيم أو القالب، وهنالك شركات تقوم ببرمجة القوالب. جيد. فالقالب الواحد ربما يكون مميز جدا وشكله جميل جدا، لكن مثلا 1000 شخص قام بشرائه، فهنالك 1000 موقع تظهر بنفس الهيئة. لكن هل يمكن أن يظهر ووردبريس بمظهر مختلف عن الجميع؟ نعم يمكن ذلك بكل تأكيد، إذا كان هنالك مبرمج قالب برمجة أو شكل فقط، اهتم بالشكل، يعني لدينا سياسة الصور تصميم، يعني فقط اهتم بالشكل لهذا الموقع فقط، فهذه بهذه الحالة فسيكون شكل ووردبريس مميز. فإذا فكرة أن كل المواقع متشابهة، هي بالفعل كلها متشابهة، لأن كل المواقع تؤمن نفس الوظيفة، لا يوجد لدينا موقع يؤمن وظيفة مختلفة. انظروا لكل المواقع كلها نفس الفكرة. أما بخصوص الشكل، لماذا هي متشابهة بالشكل؟ لأن مرة أخرى نحن كما نلبس، كما نختار الملابس التي تشبه بعضنا، أو نشتري ما هو موجود في السوق، فنفس الفكرة، يعني المواقع أيضا تستخدم القوالب أو تستخدم الشكل الموجود في السوق وتكرره. ففكرة الإبداع والتميز فكرة نادرة بكل المجالات، وليس فقط بموضوع ووردبريس أو موضوع مواقع الويب، بكل مكان أن تكون لذلك هنالك شيء اسمه تميز، هنالك شيء اسمه تفرد، لأنه شيء نادر لا تجده في كل مكان. فبشكل عام، بشكل عام ستجد أن كل التقنيات، يعني الفكرة أنا أكررها الآن، أن من حيث الوظيفة كل التقنيات تؤمن نفس الوظائف،
لا يوجد شيء جديد. يعني مثلا إذا تحدثنا عن الجافا سكريبت أو نود جي اس فريم ورك أو لايبراري مثل فيو جي اس ورياكت وانجلر وغيرها، كلها تؤمن نفس الفكرة، فيرتشوال دوم ونفس الفكرة. لا يوجد شيء، يعني لا يوجد شيء مميز. لكن بعض الأشخاص يقول لا أنا أستخدم هذا، لا أنا أستخدم هذه أجمل، هذه أفضل، هذه لا أعرف. أكيد هنالك فروقات، لكن هذه الفروقات بالنسبة للاستخدام العادي لا تعني شيء. كلها بالنهاية تؤمن نفس الوظيفة، كلنا بالنهاية أغلبنا يريد أن يقوم بنفس الفعل، بنفس الأمر، بنفس الوظيفة، وبالتالي كل هذه الأشياء الموجودة على الساحة تخدمنا جميعا، واختيارنا لها هو بناء على التفضيل. لكن الشيء الذي أنا أريده منك عندما تختار، أن لا تختار بناء على الشائع أو حتى التفضيل، أن تختار بناء على المستقبل، بناء على الشيء الذي، يعني كما قلت، أن تنظر أبعد من اليوم، ليس هو اليوم فقط. يعني مثلا وجدت تقنية مثلا تؤمن شيء جميل جدا، لكن هذه التقنية مثلا لا يوجد بها تحديثات، فورا ألغيها من بالك، فورا ألغيها من بالك، لأن الأصل بأي موضوع على الويب، البقاء على الويب هو للشخص الذي يحدث، هو الشخص الذي يقوم بصيانة دورية، هذا هو البقاء. إذا أردت أن تبقى، الشعارك هو التحديث والصيانة، هذه وجهة نظري. ونقطة في نهاية السطر، أنا أرى الكثير من المبرمجين الذين يريدون أن ينشئوا شيء بأنفسهم كامل، طبعا لا أريد يعني أن، يعني لا أشجع الأشخاص على إنتاج شيء جميل وشيء يخصهم، بالتأكيد لا، لكن إذا أردت مثلا أن تصنع شيء لاستخدام معين فعليك فورا أن تفكر باستمرارية هذا الاستخدام، ولا تفكر فقط أريد أن أستخدمه أنا وأصنعه بنفسي، لأن بعد فترة هذا الكود غير صالح. وأنا وجدت، يعني تعاملت مع مثل هذه الحالات، يعني أحيانا مثلا شخص مبرمج يقول يتعلم مثلا أعتقد أنجلر، تعاملت مع كود بأنجلر أو رياكت لا أذكر، لكن كان أنجلر بالفرونت إند وبالباك إند كان بي اتش بي، لكن بي اتش بي قديمة، نسخة قديمة. فالمبرمج مشى الذي فعله، صمم هذا البرنامج كله بنفسه، برنامج يفي بالوظيفة، برنامج رائع بالوقت الذي تم برمجته به، هو رائع، لكن مضت عدة سنوات لم يتم التحديث، الآن الموقع لا يعمل. فكان الطلب مني، عفوا، كان الطلب مني أن أقوم بإصلاح الخطأ. فما هو الخطأ مباشرة؟ الخطأ أن هنالك فانكشنز تم تحديث نسخة بي اتش بي بالسيرفر بشكل أوتوماتيكي، أكيد السيرفر لن يبقى يدعم لك، الاستضافات لن تدعم النسخ القديمة لأن هذه تشكل ثغرات أمنية، سيتم بالنهاية تطوير السيرفر أو عفوا تحديث السيرفر، بالتالي تحديث النسخ، إذا كان كودك يعمل على نسخة قديمة سيكون هنالك أكواد لن تعمل لأن النسخة الجديدة لا تدعم النسخة القديمة، وبكل بساطة الموقع سيتوقف عن العمل. فهذا الشيء الذي أريدك أن تفكر به. بالنسبة لي أنا لتجربتي الخاصة، أنا أنشأت موقع بجينجو على فكرة، وأنشأت موقع ب أنشأت موقع ب بنود جي اس، وما زال يعمل على فكرة هذا الموقع نود جي اس، الخلفية نود جي اس و سيكوالايز و كل ستاك جافا سكريبت، كل ستاك جافا سكريبت بالخلفية، و بالفرونت اند النكس جي اس، وكل شيء يعمل وكل شيء جيد جدا. لكن مع مرور الوقت اكتشفت اني احتاج ان اقوم بتحديثات كثيره، تحديثات باكجز نود ليست كتحديثات مثلا وورد بريس مثلا. وما هو الفرق؟ اخبروني ما هو الفرق. اذا اردت ان تنشئ سلايدر مثلا بوورد بريس يمكنك ان تقوم بتثبيت اضافه او تضيف ملف جافا سكريبت وتقوم بانشاء سلايدر، سهل جدا. إذا أردت أن تقوم بإنشاء سلايدر بنود جي اس بكل بساطة ستقوم باستيراد نفس الباكج التي ستقوم باستيرادها بوورد بريس، ولكن ستقوم باستيرادها بنود جي اس وتقوم بعرض السلايدر. ما هذا؟ يعني ما الفرق؟ إذا أردت أن تستخدم مثلا ايكونز بوورد بريس ستقوم باستيراد كل شيء الآن جافا سكريبت، كلها لايبراري جافا سكريبت، والآن يوجد لايبراري جافا سكريبت مختلفة تدعم نسخة الويب وتدعم نسخة نود جي اس. فإذا أنا استخدمت نود جي اس أم استخدمت نسخة الويب، ما الفرق؟
الفرق هو تفضيلي وحالة الاستخدام الموجودة لدي، هذا هو الفرق، أما النتيجة هي ذاتها. فإذا كنت أنت كشخص مرة أخرى تريد أن تبرمج أو تريد أن تشتري برنامجا، ففكر بهذه النقاط، فكر بهذه الأمور. طبعا النقطة الأخيرة التي قلتها لم أخبركم عنها، أو السؤال الأخير، هل سينقرض ووردبريس؟ فجوابي لا، بالتأكيد لن ينقرض. وتحديثات ووردبريس الأخيرة هي التي أيضا أنقذت ووردبريس من الانقراض، لأن الآن أصبح ووردبريس، أعتقد يعني بالسنوات السابقة كان ووردبريس يعني هنالك يعني نوع من التشابه أو التشابه بالشكل، لكن الآن أعتقد ووردبريس أتاح فرصة للتميز لصناع القوارب وصناع الإضافات من خلال إنشاء مكونات خاصة بهم وإضافتها للموقع، وهذا الشيء سيجعل هنالك نوع من التميز والتفرد بمواقع ووردبريس، أن الآن يمكن للمطورين أن يقوموا بإنشاء مكوناتهم وإضافتها للموقع. ممكن شخص أن يشتري مكونات جديدة ذات طابع جمالي معين وأن يتم إضافتها أو طابع وظيفي ويتم إضافتها للموقع، وبالنهاية هو موقع مرة أخرى تكلفة بسيطة جدا، يؤمن ما تؤمنه المواقع الأخرى أو التقنيات الأخرى، يتم التحديث بشكل دائم بدون يعني يمكن أن تفعل التحديثات التلقائية بووردبريس ولا داعي أن تحدث أبدا. ليس مثلا مثل أن أقوم أنا بالتحديثات نود جي إس، كلما أريد تحديث أريد أن أقوم بها بنفسي، بووردبريس يتم التحديث بشكل أوتوماتيكي أو يمكن أن يتم وضعه لأوتوماتيكي. إذا أردت إذا قمت بشراء قالب ووردبريس يمكنني أن أثبته على أي إضافة كانت، وسهل الديبلويمنت. إذا أردت مثلا أن أقوم بالتوسع مرة أخرى يمكنني أن أطلب من شخص مطور ووردبريس أن يعمل على هذا، سيقوم بالعمل على هذا، ومطوري ووردبريس كثر في هذا العالم وأنا منهم طبعا. الآن تقولون أنني أقوم بنوع من الإعلان، لا فعليا أنا صادقة معكم بكل شيء أنا قلته الآن، أنا صادقة 100%، لأن فعليا أنا استخدمت أكثر من تقنية، وبالنهاية وجدت نفسي أنني أدور في حلقة، ولهذا بدأت بووردبريس وأنتهي بووردبريس لأنه شيء أسهل. أما في حالة أن هل يمكن أن ينقرض ووردبريس مرة أخرى؟ نعم يمكن أن ينقرض بحالة واحدة، أن يأتي شيء مماثل لووردبريس ولكن أسهل منه وأسهل وأبسط منه، وأعتقد هذا الشيء غير ممكن بالوقت الحالي، وخصوصا مع التطورات أو إضافات ووردبريس الجديدة. تكلمت كثيرا، أتمنى أن موضوع اليوم أفادكم، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.